فالحقيقة هي شوف هقول لحضرتك، بس مش مشهد مؤلم ان صور يوليا اللي قاموا مع بعض يحدث بينهم في لحظة من اللحظات؟ قبل كده كان في موضوع بتاع ضباط المدفعية يمكن في مرحلة متقدمة في 54، لكن انا بتكلم على بعد كده كان فيها خالد بيه محي الدين، انا بتكلم على الرئيس عبد الناصر، المشير عبد الحكيم عامر، التوأم الروح اللي اقسموا هما الاثنين مع بعض وحلفوا على المصحف هما الاثنين في بداية شبابهم مش ممكن يفترقوا عن بعض. لما يحصل الفجوة دي او الانكسار ده والبلد في هزيمة، واطلق عليها الاستاذ هيكل نكسة والرئيس عبد الناصر سماها نكسة، في تقديرك كانت نكسة ام هزيمة؟ كانت هزيمة بلا شك. هزيمة، هزيمة طبعا. ما الجيش بتاعك يتضرب كده في لا لا على الارض لا. اختيار الرئيس السادات بعدها نائب رئيس الجمهورية ما كانش محل يعني اندهاش من حضرتك؟ ما سألتهوش اختارك ليه؟ سألته طبعا وعرفت اختاره ليه. اولا فرحتي جدا جدا طبعا. انا واحده بتحب جوزها ومستعد تشوفه احسن واحد في العالم، لكن ما عمري ما تصورت انه يبقى ابدا رئيس جمهوريه وعبد الناصر موجود. استحاله. احنا كنا عبد الناصر ده عندنا قمه كبيره جدا ليا ولولادي ولجوزي، يعني كنا بنعشقه بنحبه وبنقدره وبنحترمه يعني. طب هو اختار ليه الرئيس السادات نائب ليه؟ علشان كان طالع، اولا كان بيحب انور السادات وعارف اخلاصه وعارف الوحيد في مجلس الثوره اللي ما كانش بعاوز مركز ولا عايز وظيفه ولا عايز وزاره، وعارف دي كويس قوي في انور السادات. هو كان طالع رحله للمغرب وكان في قيل له ان في مؤامره، احتمال مؤامره عليك في المغرب، فهو خاف لحسن يغتال هناك فلازم يعين نائب، وما كانش موجود من مجلس الثورة غير أنور السادات وحسين الشافعي. فنده أنور السادات الساعة 8 صباحا في منشية البكري، قام راح له عشان يحلف اليمين قبل ما يسافر على المغرب يبقى نائب رئيس جمهورية.